شباب حياكم الله وين ما تكونون. اليوم عندي ازاره مال الدرج. ازاره مال الدرج احنا كقياس الدرج هو موحد، بس عم تكون ازاره عندك تقصها موحده مو بطاقة موحد، يكون يعني قياس واحد. تعال اذا هاي قصيناها هالشكل، هاي قصيناها اشتغلناها بهالشكل، هاي يعني نقص هاي منها ونقص هاي منها، هاي تصير قصه صغيره يعني بهالشكل، هاي مو حلوه قصه صغيره. فسوينا اشتغلنا هاي تعال اشتغلنا هاي وحده. هاي شنو اخذناها ويانا؟ اخذناها بالكتر. هاي تشتغل الثانيه منها، هاي شوفها تشتغل هاي الثانيه هالشكل، هاي ويانا بهالطريقه، هاي القصه. شو تسوي السنوب؟ تجي قيس بس هاي، قيس بس هذا القياس اللي عندك 30 سنتيم. هذا راح يشتغل، شوف شو نفس القياس هذا 30 ونص، العفو 30 ونص، هذا نفس القياس 30 ونص، هذا نفس القياس. هسه عم نرجع نشتغل اول وحده، شوفوا شلون الشغل يصير. شبابنا هذا القياس قسناه الارتفاع من نهايه البايه الى نهايه المرايه. هذا القياس نفس القياس اللي فوق 18 سنتيم، قياس واحد. هذا قسناه 30 ونص، قياس واحد، وحدنا القياس كله. هاي بالكتر تشوفوا هالشكل يعني شغاله عندك، تشتغل هاي كقياس واحد. يعني حاليا هسه شنو احنا طبقناها بس بدون ما ضغطنا عليها. هاي الثانية تشتغلها، وتشتغل هاي عم تعرف الانسيابية العدلة شلون صارت العدالة وياها. عندك أي واحدة تستخدم، أي واحدة تاخذ عدالتها، شوفها هي ما صارت عندك، شوفها هاي مال العدالة مال مراوس الدرج، وهاي شلون عملية الكبان تشتغل عندك، هاي اشتغلت عندك هالشكل. تدري شو تسوي؟ تجي نفس الحالة مرحلة الثانية تبدي، أول ما تبدي بهاي، هاي مين تخليها يعني بدون يعني ما تضغط عليها، مجرد عم بعدين تكتشف العدالة مالتها وهي ما تخلي هاي القطعة الثانية تعطيك عدالتها بيجي هاي بكل سهولة بدون ما تتعب. إذا لقيتها شوية تعدل وياك، شوف هالطريقة، هاي عندك هاي السيراميكا، هاي تبدي تاخذ هاي العدالة، شوف عدالة تاخذها بهالشكل. اذا عندك شويه تحميل تضرب هاي نفسها، ماكو اشكال، هاي نفس الشيء هالشكل، هاي عدالتها. هو صور شبابنا بالنسبه هذا درس بسيط للازاره للمبتدئين. انا يعني كل افكاري للمبتدئين يعني فقط، واللي ياخذ فكره هو يكون يعني يزود معلوماته. شوف هذا الدرج، هذا نفس الانسيابيه نفس العداله، هذا عدالة مالته، هاي المسطرة، هذا الشكل شوف كامل مكمل، هذا نفس العدالة، وشوف التحميل مالته شلون حلو مرتب، لا تاخذ تحميل زايد، نفس العدالة مالته. هذا الدرج ان شاء الله تكون مبسطة للمبتدئين، في امان الله.